اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وبرحب بضيفي الاستاذ احمد طاهر الناقد الرياضي بالأهرام. مساء الخير يا فندم ومنورنا. بنورك، كتر خير يا مساء النور عليك وعلى جميع الساده المشاهدين قناه الاهلي المحبوبه. استاذ احمد، في الاونه الاخيره الواحد بيفاجئ ببعض الامور. فجاه نلاقي ان المراقبي الانتخابات سيكون من منطقة الجيزة، على الرغم من منطقة الجيزة بعيدة تماما عن منطقة النادي الأهلي، مركزية النادي الأهلي بالجزيرة وهي لا تتبع منطقة القاهرة. حضرتك شفت الموضوع ده ازاي؟ والله يعني يا أستاذ أنا شايف الموضوع من 3 سنين ونص تقريبا، منذ تولي المهندس خالد عبد العزيز حقيبة وزارة الشباب والرياضة، وقلت مرارا وتكرارا هنا هوت في القناة وفي قنوات أخرى إن ما يحدث هيدخل الرياضة المصرية في نفق مظلم. نعم. ونحن نجني، يعني مش نجني طبعا، ندفع للأسف فاتورة القرارات الخاطئة طوال أكثر من 36 شهر متتالية. لما بتبدأ بقرارات غلط عشان تيجي تحل هتضطر تعمل قرارات غلط، لكن لو انت بادي بطريقه صحيحه وفقا للقانون المصري، قبل ما نتشدق ونقول في كل الدنيا ان احنا لازم نبقى مع المواثيق الدوليه والمعايير الدوليه وتعظيم دور الجامعات العموميه اللي احنا بنقوله، اللي هو كان بيقوله وبيعمل حاجه ثانيه خالص. فهنبتدي القصه ان ده نتاج اساليب خاطئه. ازاي؟ اولا قرار الأخيرين اللي هو من ساعة واحدة بتغيير الجهة الإدارية لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لتحل محلها، مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمراقبة انتخابات النادي الأهلي، رغم أن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة هي التي تراقب النادي الأهلي لأنها وقع في منطقته أو وقع في نطاق دائرته. دلوقتي بس عشان السادة المشاهدين يبقوا معانا، أنا بشرح ده للسادة المشاهدين. الناس دلوقتي، أنا النادي الأهلي مركزيته في مقره بالجزيرة. تمام. ومقره بالجزيرة يقع في منطقة القاهرة. الجهة الإدارية التي تتبعه هي القاهرة، هي منطقة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. طب هو فجأة إزاي بقى اتحول ليه إن هو يروح للمنطقة الثانية اللي في الجزيرة؟ نتيجة علامات استفهام كتيرة جدا حول عمل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة التي يقع في نتاجها في نطاقها نادي الزمالك او نادي الابيض مثلا. لا ده هو ده السبب. ما هو لان حصل كلام وقولان وشكاوي كثيرة جدا بالنسبة حالة حوالين الجامعة العمومية الاخيرة لنادي الزمالك واللائحة الاخيرة بتاعة نادي الزمالك والاعداد والقصة كلها دي اللي احنا عارفينها، انتهت بتقديم احمد سليمان المرشح المحتمل على رئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة لتقديم شكوى رسمية ضد مديرية شباب والرياضة بالجيزة. طب ده علاقته يا فندم ان النادي الاهلي يدرج في ناحيه الجيزه، يعني الموضوع لوجيك مش باين. بدات كلامي ان احنا بندفع فواتير السياسات والممارسات الخاطئه. بدانا بقرارات غلط، هندفع قرارات غلط، هنحل بقرارات غلط. بدانا صح وفقا للقانون ويمليه علينا ضميرنا المهني والرياضي والمصلحه العامه بتاعه البلد، هيبقى ما فيش مشكله خالص. احنا دلوقتي انا بسميه ده تغيير اضطراري. يعني ايه؟ بلخبط الدنيا، بجيب القاهره في الجيزه وهجيب واحد من طنطا يشرف على على الزمالك. يعني مثلا الزمالك كده نادي الزمالك اللي هيشرف على انتخابات ومنطقه القاهره؟ لا، بص بقى، اللي هيشرف على منطقه الزمالك مين؟ نادي الزمالك مين اللي هو بيقع في منطقه الجيزه؟ هو نادي الصيد. مديريه الشباب والرياضه في طنطا، بعيد عن الزمالك 120 كيلو متر، ولا تتبعه ولا ليه علاقه بيه. ادي العك اللي انا بقول عليه، ان احنا بدانا علشان وزير الرياضه ساب كتير قوي وفوت كتير قوي لحاجات في نادي الزمالك غلط، وساب كتير قوي في اللوائح غلط، وساب كتير قوي عمل في القانون مثلا ماده 4 ضد الماده 3. انا حاولت نطس الماده 4 ضد الماده 3. في حاجه يا فندم، يعني بالنسبه لمسؤولي الرياضه، انا مش هختص الوزير، معالي الوزير انا مش لا هو المسؤول اول في الرياضه يا فندم، انا مش هختص في هذا الكلام اللي انا يعني هبتدي اتكلم عنه دلوقتي. انا طلعت قانون ولائحه استرشاديه على اساس ان انا خلاص كل انديتي هتوثق او توفق موضوع الانتخاباتها قبل السنه الجديده، مش هتكلم مثلا قبل نوفمبر ما ينتهي، لا انا هتكلم على قبل السنه الجديده. طب هو انا كل هذه الفتره جاي دلوقتي اكتشف ان مديريات الجهه الاداريه يعني اللي هتشرف على الانتخابات
هيتم تغييرها قبل الانتخابات باسبوع. ليه؟ لان تراكم الاخطاء ادى لعمليه ترهل اداري. الترهل ده لما يجي عمليه زي الانتخابات اللي احنا داخلين عليها في كل الانديه مصر، بيجي ناس بتعترض، ناس بتعبر عن نفسها، مش هتفضل تضغط فوق الناس وتجيب الناس اللي انت عاوزها وتمشي الناس اللي انت مش عاوزها وتتابع سياسه العصا والجزره وتشوف واحد بيغلط وبيشوه وبيسيء وتسمع كلامه، وبعدين لما المنافس يعترض هتضطر ان انت بقى الريحه تفوح. ده اللي انا بقوله، ان انت هتفضل تعمل اخطاء تعمل اخطاء تعمل اخطاء لحد ما الريحه تفوح، فانت مش عاوز بقى الريحه تفوح، فهتضطر تعمل خطأ إداري أو قرار خاطئ في الإدارة بتاعتك. اللي احنا شفناه دلوقتي، هنجيب مديرية الجيزة اللي مالهاش علاقة بمديرية القاهرة تشرف على انتخابات النادي الأهلي، اللي النادي الأهلي واقع في دائرته مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة اللي هو رئيسها محمد سويل، وهنجيب واحد من طنطا يشرف على انتخابات نادي الزمالك بناء على شكوى من أحمد سليمان المرشح المحتمل لمنصب رئيس نادي الزمالك. أحد المرشحين لانتخابات نادي الزمالك تقدم بشكوى. تقدم. احنا ذنبنا ايه كنادي اهلي؟ ما هو انت بقى هنا بقى مالكش ذنب، هنا بندفع. احنا زي ما قلت لك ما بدات الكلام معاك ان احنا بندفع فواتير الممارسات الخاطئه. ده خلي بالك احنا هنا عشان شايفين اهلي وزمالك، علشان هم الاهلي طبعا الاكبر انتشارا والزمالك عنده برضه ثاني شعبيه مسميهم القطبين، لكن انت في اتحادات وانديه كتير قوي اتفرمت الثلاث سنين ونص اللي فاتوا. انا بس عاوز ابدا كلامي ان اللائحه الاسترشاديه اصلا دي ملهاش اي علاقه بالقانون. بص هنا القانون الماده 3 بتقول ايه؟ القانون اللي احنا استنيناه 39 شهر، وانا عندي ورق بامضه الوزير ورئيس وممثل الحركه الاولمبيه دكتور حسن مصطفى بيقول اللجنه الاولمبيه الدوليه في 5 مارس 2014 ان انا هعمل قانون الرياضه في 6 شهور. الكلام ده 5 مارس 2014 بعد تولي الحقيبه او حقيبه وزاره الشباب والرياضه باربع ايام، لان هو تولاها في 1 مارس. بعدها بست شهور بيقول له انا هخلص قانون الرياضه. خلص قانون الرياضه امتى؟ بعدها ب 39 شهر. بص بقى هنا الماده 3 بتقول لك ايه؟ تتولى الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه المصريه واللجنه البارالمبيه المصريه والانديه الرياضيه كلها والاتحادات الرياضيه واعضاء الجمعيات العموميه للاتحادات الرياضيه وضع انظمتها الاساسيه، يعني هي اللي بتحط مش اللجنه الاولمبيه ولا اللائحه الاسترشاديه ولا اي ولا خلافه، بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه. اذا هنا ولا يعني كل اتحاد يحط لائحته، كل نادي يحط لائحته، كل مركز شباب يحط لائحته. جه في الماده بقى 4 عمل العكس، قال لك اللجنه الاولمبيه تصدر لائحه استرشاديه. طب منين انت بتقول عشان تعرف ان ده بدايه اخطاء؟ ولسه وانا متوقع ان مجلس النواب النهارده اصدر قرار بمنع المستشارين او القضاه من تولي رئاسات الانديه او من تولي عضويه مجلس اداره الانديه. وده قرار وهينفذ، اعتقد القرار ده هيسري على احمد جلال ابراهيم وعلى محمد الدمداش اللي هو لسه الفائز لتوه بانتخابات نادي الزهور برئاسه نادي الزهور. انا اعتقد ان ده هيعقبه قرارات ثانيه من مجلس النواب، لان في هناك قرارات خاطئه وصارمه وصارخه. كده حضرتك رجعت لي نقطه مهمه جدا. لما انا دلوقتي راجل مرشح اكس وابتديت عشان اخش انتخابات وخلاص انا طلع لي قوانين من اللجنه الاولمبيه ومن وزاره الشباب والرياضه ان انا الانتخابات هتكون في الميعاد الفلاني في اليوم الفلاني. ابتديت اصرف دعايه وابتديت اجهز نفسي واتعامل مع جمعيه عموميه و الى ذلك. وبعدين فجاه يجي لي مجلس النواب، وطبعا مجلس النواب له كل الاحترام والتقدير، بيدي لي قرار. طب هو لماذا لم يتم التنسيق ما بين جهه الاصدار وهي المسؤول الرياضه مع مجلس النواب ان وارد ان يجي لي مرشح يفوز يكون واحد من حضراتكم اللي طلعته؟ يعني من الاول انا ليه ما استرشدتش وليه سرعت العمليه وحسيت ان الموضوع فيه كروته وفي الاخر النتائج ان انا بخش في صدمات وبخش في قرارات عكسيه بتؤثر على الحركه بتاعه الانتخابات اللي انا اصلا بعملها عشان اعظم دور الجمعيه العموميه اللي في الاخر مضمونها ان انا ارتقي بالرياضه المصريه. يعني تمام. انا مش فاهم حاجه. هرد عليك باجابه واحده، السؤال ان هو مفيش تنسيق ليه بنفاجئ بالقرار ده دلوقتي حتى من مجلس النواب؟ الاجابه
لما كان قانون الرياضة بيناقش اللي هيمشي عليه أكتر من 1447 هيئة رياضية في محافظات جمهورية مصر العربية، وفي لجنة الشباب والرياضة لم يكون هناك ممثل للجنة الأولمبية دي اللي حضرها المهندس محمود طاهر والأستاذ عماد وحيد. نعم. مفيش ممثل للهيئة للجنة الأولمبية اللي هي حاطة اللائحة الاسترشادية. لم يتم استدعاء الأندية اللي هي المنوط بها. المفروض كان المنوط النقاش بيه في هذه الجلسة اللجنة الأولمبية وليس الوزير. الوزير واللجنة الأولمبية، لأن الباحث عشان برضه أقول للسادة المشاهدين. هو في الصورة ان اللجنه الاولمبيه هي اللي شغاله وهي في الواجهه، لكن في الاصل في الدرع هي وزاره الشباب والرياضه العامه كلها. احنا بنتكلم في الدرع، احنا بنتكلم في الرسمي اللي رايح الاثنين مع بعض. اللجنه الاولمبيه فوقيت بعدم وجود الاثنين مع بعض، في تنسيق دائم وفي تنسيق حوالين كل حاجه، مين يتشال ومين يتحط ومين يروح ومين يجي ومين يتشطب ومين يقعد، كل ده بقاله اكتر من 20 شهر بعد رحيل المستشار خالد زين من اللجنه الاولمبيه وتولي هشام حطب العمليه. فاذا ما كانش في تنسيق ما بين الوزاره واللجنه الاولمبيه علشان يتم مناقشه القانون او يتم مناقشه اللائحه الاسترشاديه قبل تطبيق القانون واقراره من المجلس النواب، ما كانش هناك ممثلين للانديه والاتحادات اللي هيسري عليهم هذا القانون. لو واحد عاوز مش عاجبه بند او عاوز يستفسر عن شيء ما فيش حد يرد عليه. طلعنا في القنوات وطلعنا في الاعلام وكتبنا في الصحف يا ريت المهندس هشام حتى بيرد علينا، ما بيردش. طب حد من الوزاره يرد، ما بيردش. بيطلعوا في القنوات الملاكي اللي ما فيش حد بيسالهم عن اي حاجه، بيقولوا ان هم عاوزين بدون اي مناقشه او بدون اي تمحيص او بدون اي استفسار، طب انت بتعمل دي ليه؟ طب عملت دي ليه؟ لا، كلها اشادات ومدح بدون ما انا اسال ليه حصل كده. على سبيل المثال احنا بنقول من ساعه 3 سنين ونص بنقول احنا تعظيم دور جامعات عموميه. طب ما جامعات عموميه كان طول عمرها دورها متعظم وهي اللي بتختار مجالس ادارتها، ما حدش كان بيصادر على رايها. نمره 2، انت بتقول انت بتعظم دور الجامعات العموميه لكن شلت 106 اتحاد ونادي ومركز شباب منتخب. ليه؟ هو كده مفيش، هو كده، هو وزير الدوله سلمته مقاليد الحكم في الرياضه فاصبح هو الامر الناهي في الرياضه، ما حدش يراجعه. وسياسه العصا والجزر ما ماشيه لحد دلوقتي. تامل ما حدث في اللجنه الاولمبيه، مفيش انتخابات. هل يحدث ان اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هي من اعرق اللجان الاولمبيه في العالم كله من 1903 و1905 ما يتعملش عليها يعني ينجحوا كلهم بالتزكيه؟ مفيش منافسين. لما حب وليد عطا يدخل البتاع عمل له ماده، اتعملت ماده مخصوص عشان يبعده، اتعمل ماده مخصوص لاسماعيل الشافعي. وانا هقول لك دلوقتي ماده 45 بند 10، البند العاشر في ماده 45 بيقول ايه؟ في فقره زوال العضويه يتزول العضويه بمجرد ان المرشح تم سن 70 سنه. كابتن اسماعيل شافعي تم نوفمبر الحالي 70 سنه. قبل الانتخابات كان يقدر يخش عشان لو كسب يمشي ويبقى هو. فاذا احنا امام ممارسات خاطئه وافعال صارخه ستضر حتما بالرياضه المصريه. ولا عجب ان احنا خدنا 3 برونز في دوره الالعاب الاولمبيه اللي فاتت وقلنا ده انجاز، ده مش انجاز، لان الاردن قبلينا، النيجر قبلينا، الجزائر قبلينا، زاير قبلينا، ساحل العاج قبلينا. مفاجاه يا فندم. فانا بقول يعني معلش يا فندم، هات لي حد من الميداليات وكلها في الالعاب الفرديه. كلمني كده عن برنامجه. مفيش. كلمني كده يا فندم على انت الاكسبكتيشنز، يعني انت تتوقع ايه على مدار كام سنه ان الراجل دوت هيبقى يوصل لفين؟ للاسف وهجيبها لحضرتك من قدم الازل، يعني ابو القاسم في سلاح الشيش او الربعين بتوع رفع الاثقال، بعد الوصول الى الميداليه بص الكيرف رايح فين؟ رايح فوق ولا رايح تحت؟ مفيش كيرف اصلا. احنا اذا كان البنت اللي كسبت ساره سمير سقطوها في ثانويه عامه، ما عرفناش ان احنا نخليها يا فندم. معلش فجاه صحيوا من النوم لقوها يعني في ثانويه عامه، ولا لقوها في طلعت راسبه وهي بتمثل مصر وجابت لنا ميداليه اولمبيه وسقطوها في الثانويه العامه. هو برضه ناموا صحي ولقوها ان هي لسه طالبه ويعني مفيش تنسيق مع وزاره التربيه والتعليم، مفيش تنسيق خالص، مفيش تنسيق مع اي حاجه. انا اقول لك حاجه بس عشان الساده المشاهدين،
القانون قال نعمل مركز للتسويه والتحكيم في الماده 68 منه، ويشكل برئاسه رئيس اللجنه الاولمبيه. ده مش كلام انا، يعني مش وجهه نظر تحتمل الصواب والخطا، ده نص القانون انا بقوله لك، واللي قلته قبل كده نص القانون، ماده 3 و4 اللي هم ضد بعض دول، ما لهمش علاقه ببعض، مش فاهم اللي حطوهم ازاي يعني. بص يا فندم، القانون رقم 7 رقم 6 ل 2017 اللي اصدرته وزاره العدل، المادة الأولى: ينشأ في كل وزارة، أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أقصى للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها. يعني أنشئ لجنة للفض التوفيق في المنازعات، دي الفقرة الأولى. ده قانون رقم 6 اللي عامله وزارة العدل اللي هي بيت القانون. المادة الثانية: تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل. انت هنا في الماده 68 تشكل برئاسه مجلس اداري، يشكل برئاسه رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. يعني رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هو هشام حطب، اللي هو اتقال عليه ان هو ما مش مؤهل ومتهرب من التجنيد ولا عامل تصالح في التجنيد، هو هيرقص واحد قاضي. طبعا لازم الساده المشاهدين يضحكوا. يعني انت اذا كان قانون وزاره العدل اهو لسنه 2017 رقم 6، انت عامل في القانون الرياضه حاجه ماده تخالفه. بص بقى في حته تانية، ماده 97 من الدستور: التقاضي حق مصون ومكفول للكافه، وتلتزم الدوله بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعه الفصل في القضايا. هنا بقى نقطه: ويحظر، يعني ممنوع تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قضية طبيعي. أنت في لائحة نادي الزمالك اللي اتعملت الأخيرة، قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك متحصن لمدة 25 سنة، ممنوع أي جهة رقابية تراقبه غير مديرية الشباب والرياضة اللي هي بالجيزة، اللي هي مديرها اسمه أحمد زكي، اللي هو اتغير ده، هو الوزير شاله عشان الشكاوي. طب هنا انت بمخالفه صريحه للماده 97 من الدستور، اللي هي ان اللائحه دي. طب استاذ احمد، انا بس عايز اكمل لك النقطه دي من فضلك. سريعا، اللائحه دي اللجنه الاولمبيه اعتمدتها، ولما الوزير كلم، لما رئيس اللجنه الاولمبيه كلم الوزير قال له فوتني كفايه النادي الاهلي، كفايه التصعيد بتاع النادي الاهلي. يعني هو مش عاوز يبقى ايه، يقابل ايه حتى لو غلط. حتى القاضي في المركز التسويه في قضيه النادي الاهلي في موضوع اللائحه تنحى. تنحى تنحى. تفتكر ليه يا فندم؟ والله تنحى دي هو يسأل فيها، بس انا اعتقد بوجهه نظر حضرتك، يعني لما يبقى كل لا. شويه قاضي يتنحى في امر باين وواضح، يبقى في حاجه غلط، في حاجه غلط في الورقه اللي قدامه، في حاجه غلط في المنظومه كلها، في حاجه غلط في حاجات كتيره جدا، ومحدش بيتكلم، والناس سايبه، الدوله سايبه العمليه تعمل لحد ما هيحصل مشكله هنلبس كلنا في الحيط. ليه؟ عشان من الاول مفيش مراقبه، الجهات الرقابيه المفروض تراقب ده، المفروض تراقب قرارات الوزير، تشوفها هتصلح الرياضه ولا لا، ازاي يوم اللجنه. ليه لا تدرس يا فندم؟ يعني بغض النظر عن الرقابه دلوقتي، انا بتكلم في المطلق، وهنتكلم، انا دلوقتي هتكلم بحسن نيه. مش بحب احط، احنا كلنا بنتكلم بحسن نيه ولصالح مصر، انا بتكلم هذا النقد او الانتقاد لصالح مصر. المفروض ان سياده الوزير معالي الوزير بيديني قرارات من اجل مصلحه الرياضه المصريه في الارتقاء. لماذا هذه قرارات لا تدرس؟ يعني سريعا كده حضرتك تعلق لي على هذا. انا بالنسبه لي انا كراجل محلل او صحفي، وفي نفس الوقت هكلمك من منظوري الرياضي، لان انا بطل مصر والعرب ونمرة 2 في العالم في الاسكواش، ومدير فني منتخبات مصر، وعشت بره يعني اللعبه دي. في رايي الشخصي ان نفس الخطا بيحدث، بندي الوكاله او التوكيل بتاع مثلا اي حاجه بتاع رياضه او اقتصاد او غيره لواحد، ونسيب له الامور كلها، هو بقى يمشي اللي على مزاجه، يعمل اللي على مزاجه، يعمل مش عارف ايه، يمشي ده، يعمل ده، سياسه العصا والجزر، لحد ما تيجي ناس تتضايق او تعبر عن نفسها، يحصل مشكله. طب ليه اعمل كده؟ ليه اسيب الحبل على الغاوي؟ ما انا من الاول خالص اشوف القانون ده ليه صادر بعد الفتره دي كلها. مجلس النواب المفروض يناقش القانون ماده بنده، ماده ويشوفها مطابقه للدستور ولا لا، او مطابقه للقانون ولا لا بتاع مصر، واخد بال سيادتك؟ من هنا عمليه الفرز والتمحيص تقلل من نسبه الخطا. استاذ احمد انا اسف، يعني كان هذا الامر يحتاج العديد من الحلقات، ولكن اشكر حضرتك شكرا جزيلا، ولنا الله في
الرياضه المصريه باذن الله. باذن الله ربنا يوفق باذن الله. باذن الله لسه مكملين مع حضراتكم وامر مهم جدا، ولكن بعد الفاصل استقبل ضيوفي الكبار وهنتحدث عن موضوع مهم جدا، التحدي والحلم واستاد النادي الاهلي. ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد.